عفاوي شوقتينا للحظات مشاهدتك لأم كلثوم. ايه بالهلال، هذا نادي الهلال. نعم انا كنت تحكي لنا شلون دخلت وشفتيها. لا انا ما كنت بالموصل. ايه كنا نفوت، كنت بخضر الياس ندرس القرآن الكريم. نحن مسيحيين بس 5-6 مسيحيات كانوا وياي يدرسون القرآن. وكنت بالمدرسة، مدرسة الطاهرة، الطاهرة مال ستنا مريم معناتها. نعم. ايه هيجي. فكنا نوقف نقول هذولا شنو عندهم؟ اشو هذا راديو؟ ما كنا نعرف الراديو شنو، بس الجرامافونات العتيقة هيجي. نعم. وكل اسطوانات كلها نحفظها. نعم. هاي هي. فجالت يعني أشكال ألوان زين نحفظ ونقول هذول شنو عندهم؟ جني بال بال بالهذا بالخشب. بالخشب إيه. نوقف فتشت 7 نحنا نتفرج ونسمع من برا من بيت الصابون شي. كانوا هم قريبين على الملة المالنا. هاي هي هيجي. لا أول لحظة من شفتيها لأم كلثوم؟ ما شفتها ببغداد. شفتها بنقابة الفنانين بمصر، كانوا داعيني وشفتها جتي قعدت يمي المرة، قالت لي أنا ترى كنت ببغداد. اي بس بالمسلسل مع الأسف ما طلعوها هي رايحة جاية لبغداد. المسلسل اللي سووه عنها؟ نعم المسلسل مالها ما طلعوا انه هي رايحة جاية لبغداد. ما أدري ليش، ما أعرف ليش يعني. على كل حال زين قعدت يمك؟ قعدت يمي، وكان المرحوم فريد الأطرش هم يمنا، وعبد الغني السيد، والأستاذ كان يدرس ويا حق الشبلي، نسيت. موسيقار؟ لا مو موسيقار، ممثل. كان يدرس تمثيل بالكويت. إبراهيم جلال؟ لا مو إبراهيم جلال. إبراهيم إجا ويانا بالفيلم مال القاهرة بغداد. نعم. إبراهيم إجا ويانا وكان دا يقول لي يا عفيفة ليش أنت ما تشتغلين ويانا كممثلة؟ قلت له يا حظي أني ممثلة ما أعرف. وش مدريني اني التمثيل شنو؟ اي والحمد لله اني فشلت بالتمثيل. ليش؟ والحمد لله والشكر اني ما افتهم التمثيل يا اخي، ما افتهم تمثيل. ما اعرف شنو التمثيل، ليش يعني امثل؟ ولذلك يعني لذلك ما مثلتي؟ لا ابدا. اكو شعار بالحياه. اي نعم. واكو شعار بالفن. نعم. انت عندك شعار بالحياه وشعار بالفن؟ لا. شنو اللعب؟ لا اني اصرف ما بالجيب ياتيك ما بالغيب. هذا شعار الحياة. هذا شعار الحياة هيك. وشعار الفن؟ شعار الفن اللي العدل ما يقدر يعيش بعد. اي لا ما يقدر يعيش. هذا شعار الفن. اي نعم. زين. صفقوا لعفيفة اسكندر. اي كثيرين صفقوا لها. من عامة الشعب والأمراء. أنا أقول لك ليش، مو لأنه الأغاني مالتي من حياة شعبنا كل يوم. مثلا أريد الله هسه صارت شلون أي أريد الله كلهم يغنوها وحركة الروح. أريد الله يبين حبتي بيهم. اي نعم. جهز نفسك. أريد الله يبين. ها هي هذه. ايه وحركة الروح. حركة الروح لما انفارقتهم. ايه وبعيونك عتاب. الحقنا صفاء. يعني اشكال ايه. الوان يعني حتى شو اسمه يا حلو يا اثمره. حركة الروح لما انفارقتهم.
بكيت ومن دموعي غرقتهم غرقتهم شقال القلب لما ودعتهم شقال القلب لما ودعتهم حركت الروح حركت الروح حركت الروح لما انفرقت لا 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 داوم واقول شلون انساهم يا قلبي خاطر الله روح وياهم اريد الموت انا وما اريد فرقاهم اريد الفارقوني قبل مشوار اريد اعطيهم الدلال تذكار وانا بحسرة الدلال حرقته حركت الروح حركت الروح حركت الروح لما ودعته هذه حركة الروح ايه واريد الله اريد الله اني ما شفت اغنية نجحت بقت حركة الروح واريد الله اريد شلون اريد الله لا. اريد الله يبين حبتي ها ما اعرف اني ما اعرف شلون لا تعرف زين والله لا تعرف كل الزين ما بالقانون ده يسحبني لا شو يسوي اريد الله يبين حبتي بيهم اريد الله للفرقة يجازيهم يجازيهم كل ما عذبوا حالي ساكت ما حاجيهم كل ما عذبوا حالي ساكت ما حاجيهم لا تنوحين يا روحي مظلومة يا روحي عليهم هاي هذا نطقة نطقة قوية اوه هاي اقول لك اني رجعت لبغداد شفت هذه عبالك صاير سلام الجمهوري هي وحركة الروح وبعيونك عتاب فد مرة أنا شفت جماعة بعيونك عتاب شو دا يغنون شو اسمه يغنون هذا شنو والله دا يغنوها قال لي قلت له انتو عرب قال ايه قلت له لعد ليش قلبين الحكي تشل علي رمان نومي في الزعلة قلت له ليش يا با نومي في الزعلة ليش ما تقول تشل علي الرمان ونومي في الزعلة قال مو ده نطور الاغنية قلت له تطورها بلسان اعوج هاي شنو هاي اشكال الوان شفت حياتي زين تعبت تعبت زين انا اريد اوصل السؤال هذول الناس صفقوا لك وحتى امراء وزعماء وملوك يا بلي ويش لا هذا الحكي شنو ما اريده هذا لا ما اريد انا ما اريد احد صفق لي ولا احد غنى لي سمع لا انا قصدي من انت من كنت تغنين حركه الروح نعم الجمهور صفق وياك على المسرح كلهم يغنوها هو هذا دا اقول عليه يغنوها ويغنون هذه أريد الله أريد الله أي أريد الله يبين حبتي بيهم إيه؟ إيه, إيه 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 صارت عبالك فتشي زين هاي الحان من أحمد اثنين أحمد كلها أحمد ألف روح مثل روحي أضحي لك ألف عين مثل عيني أبتشي لك أنا ساكت خلي الناس تحكي لك مال احمد يا معود هاي هم مال احمد هو احمد مات مظلوم مثل حالي راح يموت مظلومه لا عمره طويل ان شاء الله لا بلي راح نموت مظالم زين انت يعني عفاوي بهاي دائما تذكرين العمر والزمن وال لا ليش اللي احنا تعذبنا بزماننا اي هسه لو رجع عبالهم نحن بحلقنا خاشوقه مال ذهب من صرنا نحن مو هيجي نحن تعذبنا عذاب المر يلا صرنا حتى سليمة خطية تقول تعذبت عذاب المر مع أن سليمة لا تقرأ لا تكتب
هيك صارت القصة يا معود. زين لو رجع الزمن يا فترة تختارين من حياتك؟ ما اختار ولا هذا اني هسه ولا اختار كل شيء معود. انا على ابو الفن لابو دينا. ايش قبضت اني من الفن؟ ما تقول ايش قبضت؟ اشول بيت راح، اربع وصل اراضي راحوا، المدري منو مرتين بعنا الغراض مشاكل. خلينا نعوف المشاكل، نلقي كلوز على العيون، نعوف المشاكل هذه. يعني انا ما احنا نريد حديثنا يكون طري يعني ونسى. ما اريد هالحكي. زين نعوفه. اسال سؤال، انت صادفتي فد يوم على المسرح تتغنين ونسيتي كوبليه؟ ايه هوايه. شلون تحكي لي هذه؟ لا هوايه طبعا. اطلع من الزوق. اعتمد على الموسيقيين مو اني. ايه ليش فاروق احبه؟ يدقني بالكمانجة البيت اللي أنا نسيته وأرجع أتذكره. ما هي الكوبليات كانت كلها نفس الشيء. بلي كلها نفس الشيء الكوبليات. لا 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 مو 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 مثلا يا حلو يا أسمر. يا حلو يا أسمر. لا البقية غير شكل. أما الخليلة هاي صوروا لك إياها بالتلفزيون. إي نعم هاي صوروها هم الاثنين. كانت حبيبي عيدك مبارك واني مسجلتها قبل 10 سنين حبيبي عيدك مبارك. بس ما ادري ايش عبالهم هم. اي ما جربت تلحنين عفاوي؟ لا لان الملحنين موجودين كانوا وخطيه راحوا كلهم. نوشي راح، احمد نوشي، وما ادري منو راح، واحمد راح، وما ادري منو راح، وعلي رضا علي راح، يعني هوايه راحوا. هالسنة الحياه عفاوي كلتنا خطار بهالحياه. عندي شغلية اسمها خطار اصور. اي اي شلون كلامه شو يقول؟ خطار عندنا خطار خطار وعشقنا الدار، لا بينا نودعهم ولا بيها نظل عندهم. هاي ما رضا علي. اي رضا. هاي لا بينا نودعهم ولا بينا نبقى عندهم. خطار عندكم خطار. اي هيجي. عفيفة اكو ثنائيات اغاني ثنائية مثلا احمد سلمان واحلام مهبي نعم. انت جربتي ان تغنين ثنائية؟ لا ابد. بس كانت شو اسمه وياي انطوانيت بنت اسكندر، هي بنت اسكندر بنظرتي يعني. اثنين نفد امر. ايه. اني ما جربت هذا بس كانت هي وياي تطلع دويتو. كنا نغني عربي تركي وايراني وتركي وعربي. تغنين تركي؟ نغني تركي. اه. اني بالقاهره من غنيت تركي. اول مره غنيت تركي وبعدين غنيت البغدادي. اشتغلتي بالسينما؟ لا. ولا فيلم؟ لا ما اشتغلت. ما طلعتي ولا فيلم؟ لا ابدا. ولا فيلم عراقي. بس هذا الليله في العراق كان احمد كامل مرسي. هذا هو. طلعتي تمثلين لو بس تغنين؟ لا امثل. قالوا لي لا تغنين لان صوتك احلى من صوت هاي. عزيمه؟ لا مو عزيمه. لا عزيمه لا وين؟ هالولد الاسمر غير. عزيمه توفيق. ايه الولد الاسمر. ايه من يمي من ور. ايه هاي هي تتغني على هالدرب. ايه بس شو اسمه قالوا لي هذه نورهان. ايه نورهان مو كانت وياي بالفيلم؟ قالوا لي لا تغنين انت لان راح تغطين عليها. وما غنيتي؟ لا ما غنيت. بس مثلتي؟ احمد كامل مرسي. ايه قال لي لا تغنين عفيفة. بس مثلتي؟ واني شمين دريني اعرف امثل واني وين؟ اني ما اعرف امثل اساسا. لا ما اعرف. لا عاد سويتي بالفيلم؟ منو؟ هو هذا مال احمد كامل مرسي. بس اقوم واقعد. هذا هو. هو عاد شنو؟ هو هذا التمثيل؟ لا شنو هاي؟ لا شنو؟ هسه اني مثلكم؟
نفس الشيء انت الساعة سمع عندنا. هو التمثيل شنو؟ عادي. اي العادي هو صدق عادي. بس فتشي راح اقول لك. التمثيل له اصوله. اي. يعني اشوف اني الممثلين الاوروبيين وهذا. اي. كل شيء يحجون بسهوله ببساطه. زين عفاوي رايحه للمسرح؟ شايفه مسرحيات؟ اوه بفرنسا؟ لا هنا. لا ما راح. بالعراق؟ لا 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 ما لا ليش اكذب؟ لا ما رايحه. بفرنسا؟ بفرنسا رحت لعد شلون تعلمت الاغنيه خمس دقائق بعدين كلهم قاموا يغنون خمس دقائق. اها. كلهم قاموا يغنون خمس ست دقائق. أي. شفت اني المطربين موريس شيفاليه وغيره وغيره وكانوا عظام يعني. وهذه كانت ايديث بياف وجوليتي غريغو وما ادري ايش. كلهم ما تتعدى الاغنيه عن ست دقائق. ما تتعدى مو ما يطولوها. ما عندهم التطويل. يا ليل ويا عين ويا ليل ويا عين وطلع طلع الصبح يا ليل ويا عين هالشي خلصها. اطول اغنيه عندك ياهو منو اني؟ اي اطول اغنيه عندي ما تتعدى ست دقائق. اللي هي يا اغنيه؟ ما اعرف. ما تتذكريها؟ لا ما تتذكريها. لا لا زين من تطلعين على المسرح تغنين؟ نعم. تفضلين تكونين اول وحده لو اخير وحده؟ لا اخر وحده. ليش؟ لان الجمهور يقوم يطلع. من يشوفوها طالت الجمهور يطلع واقول اني بالنص يعني. لا الساعه 12 تكميل اطلع اني. الساعه 12؟ نعم. بس هم يعلنون يقولون عفيف اسكندر فالجمهور يبقى الى ان تطلعين. من يشوفك يطلع يخلص. لا هو هيجي بس هم كل المطربات عبالهم هيجي. بس هو الصدق يقومون يضوجون الناس. يقومون يطلعون يسوون يعني جديات يعني. اول حفله اشتركتي بها وذاعوا وقالوا والان مع عفيف اسكندر شلون كان شعورك؟ اولا اني غنيت بالقاهره. هسه مو سالتني على محمود؟ ايه مو سالتني محمود الشريف؟ محمود الشريف؟ ايه هذا كان رجل ام كلثوم. محمود الشريف لحن لي احبك يا ملازم ثاني. ايه واخذتها. ايه النقمة بتاعتك عقباني والسيف على جنبك خلاني احبك يا ملازم ثاني. حلو. لا كلش حلوة. ايه. ونجحت نجاح فظيع. تدري ايش قد اخذ؟ اخذ دينارين جنيهين. على اللحن؟ اي نعم. زين. بعدين قام ياخذ بالمئات الالوف. خصوصا الله اكبر. اي. الله اكبر ما صايرة مثلها. سمعتها طبعا الله اكبر مال محمود الشريف. ايه ايه محمود ممتاز. زين غني على المسرح هناك بالقاهره من ذاعوا اسمك قالوا والان مع الفنانه عفيف اسكندر شعورك شنو ذيك اللحظه؟ ما ولا هذا اني المسرح اعتبره بيتي يا اخي. اها هو هذا اللي وصلك بيتك. اي إيه اني بيتي اطلع الدهدر على المسرح. كل الناس يقولون هاي شنو هاي اشدة الدهدر على المسرح. إيه هذا بيتي يا معودي. بيتي. بالتلفزيون كم اغنية عندك؟ اي بالتلفزيون المهمات بالتلفزيون اللي صوروهن اللي صوروهم يمكن 80 85 اغنية. بس اللي عندي بالإذاعة يمكن 100 وشوية. بس مصر أنا استغربت عندها 80 أغنية مالتي. حتى كان الأنور السادات يقول أريد مليت من يخلص الخطبة يقولون له شو تريد يقول مليت مال عفيف اسكندر. أنور السادات اي اي على هذه.
هلا. مليت، هو مليت، مليت.